اهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا ننتقل مباشره الى فقره الصحافه مع عصام الزبير صحفي بغرفه قناه النبأ. صباح الخير. صباح النور، صباح الخير والبركات، ويا رب يسعدنا كلنا وان شاء الله يا رب. امين يا رب. نفرج على البلاد ونتمتع بحياه حلوه افضل من اللي هي عليها الان. يا رب. بدايه مع صحيفه اليوم السابع مشاهدينا، حيث نشرت مقالا بعنوان كوريا الجنوبيه ترسل مبعوثا الى ليبيا لاطلاق سراح كوري مختطف. ابرز فيها الكاتب ان وزاره الخارجيه الكوريه الجنوبيه اعلنت انها ارسلت مبعوثا الى ليبيا في اطار الجهود الراميه لاطلاق سراح مواطن كوري جنوبي اختطفته مجموعه مسلحه مجهوله. أستاذ عصام، يعني هنا كيف هي لربما المساعي الكورية لكوريا الجنوبية لإعادة مختطفيها من ليبيا؟ هي بداية المساعي بدأت وزارة الخارجية بإرسال سفيرها في كازاخستان إلى ليبيا. نعم. وسيمضي 3 أيام. طبعا هذا السفير وصل ممكن يوم الجمعة وسيمضي في ليبيا 3 أيام، يتلقى مع مسؤولين رفيعين مستوى حسب ما أشارت إليه الصحيفة، من أجل عملية إطلاق سراح الكوري المختطف مع 3 فلبينيين. والمساعي موجودة الآن، والكوري هذا طبعا ظهر في شريط فيديو وتم بثه وتم عرضه وحتى ناشد الرئيس على أساس إطلاقهم. السفير هداي طبعا هو موجود، قبل كان رئيس الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تميز بأن في أيام خطف حالتين من الكوريين في الصومال نتيجة لقيام هؤلاء الصيادين الكوريين بالقرب من شواطئ الصومال، فتم خطفهم، فكانت مساعيه كبيرة جدا من أجل إطلاقهم، ولذلك تم الدفع به للتعامل مع المسلحين والتعامل مع ليبيا من أجل إطلاق سراح هؤلاء. نعم. نذهب إلى الخبر الآخر، حيث نشر موقع سي ان ان بالعربية بعنوان ليبيا رياضة الملاكمة تلقى إقبالا شعبيا بعد منعها لسنوات. أشارت فيه إلى رياضة الملاكمة، أن رياضة الملاكمة ربما بدأت تمتلك شعبية بعد منعها لسنوات. أشارت فيه إلى أشارت فيه إلى أن هناك تثبيت ربما لهذه اللعبة، وهناك دعائم من قبل مدربون قدامى بعد أن منعت ممارستها لسنوات طوال خلال فترة حكم الرئيس السابق معمر القذافي. نعم. يعني السؤال هنا سيد عصام، كيف دعم قدامى اللاعبين وأندية الملاكمة هذه اللعبة بعد أن منعت من الممارسة من قبل سنوات أو ربما في عهد القذافي بشكل؟ طبعا منعت فترات طويلة في أيام القذافي على أساس أنها لعبة وحشية وأنها لعبة بعيدة عن الإنسانية. طبعا رجع هذه اللعبة محبي هذه اللعبة والمدربين، أدى حبهم وتدفعهم من أجل هذه اللعبة إلى افتتاح نوادي جديدة للملاكمة، وكذلك إقامة دورات احترافية بين الأندية الرياضية التي أسهمت في إخراج هذه الوجوه الجديدة التي ينتظر أن تمثل ليبيا في المسابقات الدولية في المستقبل القريب. طبعا عرض الشريط متاع CNN صالة الاتحاد العسكري للملاكمة وأبرز فيها بعض اللاعبين وبعض التدريبات، وأشار أحد اللاعبين واسمه طلال فتحي إلى أن هذه البطولة التي وجدت في طرابلس في صالة طرابلس الكبرى هي بطولة نص احترافية وأنها لاقت إقبال كبير، بينما أشار المدرب عبد الحكيم عمار بأنهم يرسون دعايم هذه اللعبة في ليبيا ويعملوا على تزييز حلبة جديدة مصنوعة محليا طبعا لكن وفق مقاييس دولية، وقال بأن لاحظ أن هناك عديد من الناس من الشباب الرياضيين لديهم إقبال في هذه اللعبة. أيضا هناك لاعب من محمد علي من نادي نجوم قرقارش أشار بأن وجد نفسه في هذه اللعبة وأن هذه اللعبة تتميز بالنسبة لديه بإقبال كبير جدا، وأنه حتى يعمل على التوافق بين دراسته وبين هذه اللعبة، ومستمرين العديد من الشباب بالالتحاق بهذه اللعبة، وعرضت حتى مرة في ميدان الشهداء
فحل باحتفالات مجموعة من الشباب الصغار وهم يمارسون هذه اللعبة. نعم. شكرا. بالانتقال إلى صحيفة النهار مشاهدين وتحت عنوان متمردون يهاجمون مدينة شدية على الحدود مع ليبيا، أشار فيها الكاتب على أن مصادر متطابقة كشفت أن متمردين قدموا من ليبيا هجموا بلدة كوري بوغري في منطقة تيبستي في أقصى شمال تشاد على الحدود مع ليبيا بنحو 100 سيارة بعضها مجهز برشاشات من عيار 14.5 ملم. هاجمت أيضا البلدة بحسب وكالة فرانسا بريس. أستاذ عصام، يعني هل بالفعل يعني سيكون الجنوب الليبي لربما أرضا لانطلاق هذه العمليات الإرهابية؟ هو في النظر المساحة كبيرة جدا بالنسبة لمساحة الحدود الجنوبية الليبية، أكثر من 3000 كيلومتر. وهذه الدول التي أربكت المشهد الليبي هي ستولى عليها نفس ما فعلت، سيولى عليها. أصبحت هناك معارضة لها، أصبحت تتواجد في جنوب الليبي، استخدمت كمرتزقة. الآن هذه المعارضة بدأت تعمل على الهجوم على هذه البلدان، على هذه البلاد، لأنها معارضة للرئيس وتحاول أن تستغل وجود هذه القرى الصغيرة وتلتهمها. القوات التشادية قالت صدت هذا الهجوم يوم السبت الماضي، لكن وأنها تسعى إلى ملاحقة هؤلاء المهاجمين. لكن المجموعة التي هي تعتبر المجلس القيادي العسكري لإنقاذ الجمهورية، الذي يتواجد بعض منها في الجنوب الليبي صحيح، والذي يستغل في عمليات مرتزقة من أجل إشعال الحرب، عبر شريط فيديو بأنهم سيطروا على المدينة بشكل كامل. وهناك أنباء تشير إلى أن قتل عقيد في الجيش وضابط استخبارات ومفوض للشرطة في الهجوم. لم يصدر عن أركان قوات أركان تشادية أي بيان لحصيلة محتملة من الضحايا. أعتقد أن من ترك الجنوب والحدود الليبية بينه وبين دولته سيكتوي بهذه النار، لأنهم مارسوا على ليبيا هذه الأمور، سترجع عليهم بإذن الله. نعم. بإذن الله. نعم. أستاذ عصام الزبير صحفي بغرفة أخبار النبأ كنت معنا، شكرا لك. شكرا جزيلا.